مشاهدي بيت الهنا، لكم أجمل التحية. وبالتأكيد كل أسرة بتتمنى أن يكون عندها ولأبناء صديق يفرحهم يثقفهم يغذيهم، وصاحبا إن لعبته أم لم تعب في النهاية بتلقى عنده الجواب الكويس، أكيد هو الكتاب. كيف ممكن نكون مكتبة للأسرة؟ هذا حديثنا اليوم في معيتنا الأستاذ نصر الدين أحمد إدريس، مختص في شؤون علم النفس الاجتماعي ومحاضر بجامعة أفريقيا العالمية. أهلا بك يا أستاذ نصر الدين. أهلا بك وبارك الله فيك وبارك الله في المشاهدين. هل يا أستاذ أنت بتجد أنه في ضرورة لوجود مكتبة أسرية؟ طبعا من المهم جدا أن يكون في مكتبة أسرية. يعني من وين نابعة الضرورة دي؟ الضرورة نابعة من أنه هي وسيلة من وسائل تلقي العلم، وهي وسيلة مهمة جدا ووسيلة أولية. يعني زمان كان هي المكتبة هي الأساسية، فبالتالي أن المكتبة مهمة جدا في أي أسرة. لازم تكون في مكتبة شأنها شأن المطبخ، شأنها شأن غرف النوم، كل التفاصيل بتاعة المكتب هي تكون جزء. وأهميتها بيكون في أنه الأطفال لما ينشأوا أول ما تتفتح عيونهم يكون قدامهم المكتبة، فهم هيتعلقوا بها ويبقى أن المسار الأول والمسار الأخير بالنسبة لهم في الجانب العلمي. أنا لسه كنت عايز أسألك إنه في السودان عندنا الناس ما قاعدة تهتم بحاجة المكتبة الأسرية، حتى لو في بتكون اهتمام فردي، يا إما الأب أو الابن كثير الاطلاع وبتكون مكتبته هو، يعني ما في حاجة اسمها مكتبة بتجمع كل حاجات الأسرة يعني بتوفيها، فكيف إحنا ممكن ننمي الحاجة دي في الناس؟ هي مهمة في إنه يعني كيف ننمي المكتبة وتكون موجودة داخل كل أسرة سودانية. يجب إنه يكون في اهتمام بين الزوج والزوجة باعتبار هم المكونين الأوائل للأسرة. يجب إنه هم يهتموا أو إنه هم يضعوا هاي الموضوع ده أو الهدف ده من بين الأهداف اللي عايزين يضعها، باعتبار إنه المكتبة أصلا هي ما بتتكون من يوم واحد، هي مسألة تراكمية سهلة التكوين. المسألة المهمة بالنسبة لها إنه دائما بيجي الزوج وتجي الزوجة وكل بيكون مهتم بالتخصص بتاعه. نعم. فدي ممكن تكون اللبنة الأساسية لبداية التكوين. تنوع يعني التخصصات ده بيفرق المكتبة ذاته؟ يعني تنوع التخصصات، أو إنه ممكن أحيانا يكون الزوجين متخصصين يعني في جانب واحد، ولكن ده يكون اللبنة الأساسية وخطوا في حساباتهم إنه قدامهم جايهم ولا التنوع. الجوانب الدينية، المكتبة الدينية مهمة، المكتبة الأسرية، المكتبة التربوية، مكتبة الأطفال باعتبارها متخصصة بتعنى بقضايا الأطفال. هل بترى إنه طريقة اختيار الوالدين لمكونات المكتبة الأسرة بيأثر في ترسيخ قيم ومعارف معينة في أذهان الأبناء وفي نفوسهم؟ هو مفهوم الاختيار كمفهوم يعني يجب أن يكون متواجد داخل الأسرة. يعني بين الزوج والزوج يجب أن يكون في تفاهم عالي جدا جدا، يجب أن يكون في تحاور في مسألة الميول والرغبات عشان يصلوا لحد مشترك أو على الأقل حد أدنى من التعامل. دي كلها مسائل مهمة جدا في مسألة الاختيار. بعد ذلك عشان أنه ما يكون الاختيار فقط على الزوج مثلا، أو الزوج يكون اختيار هي الموضوع الطاغي بالنسبة له، أو الزوج أنه يكون هو يمارس الطاغي دكتاتورية الاختيار، وبالتالي حتى لما يجوا الأبناء أيضا يكون في مشكلة في أنه هم كيف أنه يعلمهم أول حاجة الاختيار، حتى بعد ذلك انه هم من الاطفال يختاروا، لانه تعلم الاختيار مساله مهمه جدا في القضايا الاجتماعيه المهمه اللي انه الاطفال المفروض يتعلموها من المرحله الاولى. يعني من الطفل خلاص وصل للسادسه والسابعه يصل يعني بدايه، يعني ابسط حاجه مفترض انه لما يمشي السوق مفترض يعلموه انه كيف يختار الملابس، مش انه هو يختار اي حاجه يجيبها له جاهزه. بتلقى مشكله لانه لما انه بابسط نموذج انه مثلا الملابس هو بيمشي بيشتريها جاهزه وهو ما عليه اللي يلبسها، ما بيعرف يختار حاجه. ده نموذج انه لما يمشي لقدام يفشل في اختيار المكتبه، يفشل في اختيار التخصص، يفشل في اختيار اشياء يعني احنا عشان جداً نعلم جداً. يا دكتور استاذ عفوا نعلم طفلنا اختيار نوعيه الكتب، لازم اصلا مبدا الحريه في الاختيار يكون موجود في التربية. نعم. طيب احنا علمناه الاختيار وبقى يميز الحاجة العايزة او المعايزة وعنده ذوقه الخاص، كيف ممكن احنا نشرف عليه في اختيار الكتاب؟ هو مهم انه احنا دائما الزوج والزوجة يكون عارفين انه في متطلبات النمو في كل مراحل النمو المختلفة. في المرحلة الاولى للطفولة في متطلبات محددة يجب انه تكون موجودة. في الان في مكتبة الطفل متخصصة في كل قدرات الطفل، في مكتبة بتهتم أو كتب صغيرة كتيبات تهتم بالذكاء، تنمية الذكاء،
تهتم بالجوانب الدينيه، تعليم الصلاه وغيره، تهتم بالجوانب الاجتماعيه، بقيم الصدق والعدل وتفاصيل كثيره جدا جدا. هي كتيبات موجوده في متناول اليد، رخيصه كل انسان ممكن يتحصل عليها، هي موجوده. دي كلها في كتيبات معنيه بانه كيف يتعلم الكتابه، كيف يتعلم اللغه، الحروف، التفاصيل دي كلها مهمه جدا جدا. هذه في المرحله الاوليه. في المراحل مرحله المراهقه هي مهمه جدا جدا، لانه مساله الاختيار هنا بتطغى، انه بعد الشاب يكون عنده مرحله انه عاوز يكون ذاته، انه وعاوز يتخذ او يثبت وجوده، عاوز انه يقول لا للاخرين. دي مرحلة مهمة جدا جدا. إذا كان هم نجحوا في أنه يعلموا الاختيار، ونجحوا في أنه يعلموا أنه كيف أنه يقدر هو يختار أشياء من غير ما يكون أنه في رغيب، في المرحلة دي بينجح. وهنا في المرحلة بتاعت المراهقة في مكتبة مختصة في الجانب ده، متطلبات المراهقة مهمة جدا جدا. في المكتبة في أشياء مهمة جدا يجب تتوفر فيها. وبعد ذلك مرحلة الشباب واختيار التخصصات وغيرها أيضا كلها مهمة جدا جدا. الآن يا أستاذ بيجت، المكتبة لا تعني بس الكتاب بشكل التقليدي، نعم. ممكن يتحصل على المعلومة من طريق النت، سي دي، دي في دي، أشكال متنوعة. إحنا هنتحدث معك عن ضرورة وجود الكتاب بشكل تقليدي بعد الاستطلاع الجوي. بيت الهنا. نعم طبعا لازم الواحد يكون يخصص جزء عشان الصرافة يعني كويسة، يعني فلازم الواحد يكون يخصص جزء من الدخل بتاعه على أساس إنه يزيد الحصيلة الفكرية بتاعته. أكيد طبعا، لأنه الكتب حاجة مهمة للإنسان عشان يثقف بيها، فلازم يكون عنده جزء من ماله عشان جزء من القروش عشان يشتري بها كتب. والله ما اكذب عليك، ما قاعد اخصص جزء معين، يعني الحمد لله المكاتب والمكتبات متوفره وكذا. بفضل انه اي مثلا يكون عندي فائض من القروش ولا يكون ما عندي، يعني انا لازم اشتري كتب اخذها في البيت عشان اقدر استفيد منها وارجع لها في وقت الفراغ. بيت الهنا. أستاذ نصر الدين، كنا توقفنا عن ضرورة وجود الكتاب بشكل التقليدي في البيت، فهل هي فعلا حاجة مهمة بوجود السي دي والدي في دي والإنترنت وأشكال مختلفة لتلقي المعلومة؟ برغم أنه الوسائط التعليمية يعني تنوعت الآن وفي الإنترنت وغيره وكده، ولكن وجود الكتاب في شكله القديم مهم جدا جدا. لانه الكتاب انا لما اطلع على كتاب واتفاعل مع الكتاب بيكون بالنسبه لي انه مساله مهمه جدا جدا، ومساله انه بتخلي انه الانسان يعني في مسائل الذاكره، يعني الذاكره والتعامل معها، عمليه التذكر، عمليه الاستدعاء، هي دي كلها عوامل مرتبطه وبترتبط ارتباط قوي جدا لما يكون انا عندي كتاب قدامي. ده بيختلف تماما لما يكون انه الوسائط الاخرى، لان انا لما اتحدث عن الوسائط الاخرى بتحدث عن الانترنت. الانترنت انا لما ادخل لتخصص بتاع كتاب محدد بيكون انت قدامك مزاحمه من الموضوعات الثانيه، يعني انت بتكون يعني ما بتكون منتبه اكثر. يعني مساله الانتباه هي مسائل مهمه جدا في مساله في التذكر. انت بتلقى نفسك انه لما تجي لموضوع محدد في الانترنت بتلقى نفسك عاوز تمشي لموضوع اخر، لانه ما بتكون بيحصل تشتت يعني. بيحصل تشتت، نعم. تشتت انتباه ومسائل كثيره جدا. فبالتالي المكتبه او الكتاب بشكله التقليدي يظل انه قائم، ويظل انه مهم جدا جدا، ويظل انه لانه حتى الوسائط التعليميه الجديده هي مهما تطور شنو لكن لا تستطيع انه تحل محل الكتاب. يعني ما بتدي العمق بتاع الكتاب بشكله التقليدي اللي هو الورقي. نعم صعب جدا، صعب جدا، لانه عمليه التذكر وعمليه الاستعداد والعمليات العقليه دائما في التفاعل بين الكتاب ولا الشخص والكتاب، نعم. والتفاعل بين الشخص والوسائط التعليميه الثانيه يكون لصالح الشخص والكتاب. استاذ نصر الدين، مرات يعني بيكون الاباء يعني شايفين انه الحاجه الصح في اختيار الكتب هي اللي حتفيد ابنائهم وبفرضها عليهم، والابناء بيكون حتى في نوعيه معينه من الكتب، نوعيه نمط معين من الكتابه، يعني مثلا يقول لك انا شفت كتاب هاري بوتر النسخه الثانيه طلعت عايز اقراها، وابوي بيقول لي لا اقرا الكتاب الكذا مثلا في مجال ديني او في مجال تثقيفي، فكيف احنا ممكن في اختيار المكتبه نوازن بين رغبات الاباء والابناء؟
هنا في داخل الأسرة في صراع بتاع رغبات، خاصة بين الآباء أو الزوج والزوجة والأبناء من جانب. يعني لما يحصل الصراع بين الزوج والزوجة في الرغبات ويصل لدرجة إيجابية، وبعدها يكون الصراع بس بين الزوج والزوجة أو الأب والأم والابن من جهة، في جانبين. الجانب الأول لما يكون الصراع صراع عادي جدا جدا، يعني بينهم في مسألة فقط اختلاف في الرغبات، دي حاجة يعني طبيعية. وبعد ذاك انه يجب انه الآباء ينتبهوا، لانه ما لازم ابنائهم يكونوا جزء منهم او يكونوا نسخة منهم، دي تلقى مشكلة. اذا كان الآباء او الزوج والزوجة انتبهوا لهذه المسألة يستطيعوا انه يقدموا حلول. لكن احيانا كثيرة جدا جدا يحصل انه يكون في سيطرة، وهي دي المسألة في علم النفس الاجتماعي، الناس تحدث عن المعاملة الوالدية، انه كيف انه الوالد والوالده يتعاملوا مع ابنائهم في مسائل انه في اشياء بيتفقوا عليها وفي اشياء بيختلفوا عليها. لكن احيانا بيحصل انه في حاجه ثانيه، انه الرغبه بتاعت الابن دائما تكون هي يعني مخالفه للواقع الاجتماعي او منحرفه او غير طبيعيه، ففي هذه الحاله يجب انه ينبهوه، والتنبيه بيكون بمساله برواقه، يعني ما مساله كده انه انت تتعامل بحديه، لانه ولا احيانا كثير من الاحيان لو تتعامل بحديه في القضايا بيكون في مشكلة كبيرة جدا جدا، ممكن النتيجة تكون سالبة أكثر سلبية من الرغبة أصلا هي موجودة. نعم، أنا بعرف إنه في يعني بعض المراهقين لما آبائهم ياخذوهم معاهم للمكتبة بيظهر لهم إنه في ديمقراطية في الاختيار، لكن بيجي بيقول له لا خدت الكتاب ده واخد الكتاب الفلاني، قد يكون الكتاب الفلاني من الكتب اللي بيقراها المراهق لكن بيرفضها لأنه أبوه فرض عليه نمط نعم معين. نعم. يعني دائما ممكن تكون في ديمقراطية مقيدة يعني، ودائما صار الرغبات داخل الأسرة هو مسألة مهمة للغاية، وبناءها بيبنى على أساس بداية التكوين النفسي للطفل من المراحل الأولية وهو ماشي قبل ما يخش مرحلة المراهقة. البناء النفسي والتكوين الشخصية كان كيف؟ هل إنه الآباء والزوج والزوجة أو الآباء هل إنه هم بدوا مساحة بتاعت حرية اختيار وحرية مناسبة جدا للابن، أم إنه بقيدوه؟ إذا كان بيقيدوه في مرحلة المراهقة بيكون الصراع أقوى جدا، لأنه الطفل في مرحلة المراهقة بيكون إنه هو عنده عوامل كثيرة جدا، متغيرات كثيرة جدا جدا بتخليه إنه هو تدفعه، بيكون إنه في مقام بتاع الصد ومقام بتاع إنه هو عاوز يحقق ذاته، فبالتالي ممكن يكون في مشكلة. أستاذ نصر الدين، يعني في ناس بيقولوا لو يعني تم تبادل الكتب كهدايا ده بيساعد على إنه الأسرة دي تكون عندها مكتبة، والأسرة برضو اللي بيهدى ليها يكون عندها، فبيفعل دور الأسرة أو المكتبة الأسرية في البيت. هل أنت شايف إنه في يعني طرق تانية بتساعد على تفعيل هذا المكتبة؟ هو والله يا أخي يعني مسألة الهدايا، إذا كانت الهدايا تحولت من الهدايا المختلفة دي لهدايا في الكتب هي مسألة مهمة جدا جدا. يعني كون إنه الشخص يهدي لك أو داخل الأسرة أسرة تهدي الأسرة كتب وتفاصيل زي ده هي مهمة جدا جدا، بتدي حتى بتنمي حتى في الأبناء المسألة دي، بتخليهم إن هم ذاتهم يسلكوا السلوك ده. لكن في وسائل تانية كثيرة جدا جدا إنه الإنسان ينظر للمكتبة دي ويكون في روح التجديد. يعني ما ممكن تكون المكتبه الاسريه تظل انه هي قائمه لفتره زمنيه قديمه من غير ما انه يحصل لها تجديد، فدائما نظره التجديد يجب ان تكون مهمه. الناس لو سافروا منطقه او سافروا خارج القطر او اي حاجه يجب يخطوا في اهتماماتهم انه والله يا اخي واحده من الاشياء يجب انه يخشوا المكتبه، شهريا يجب انه يتم انه والله يا اخي احنا ينبغي انه نوفر مثلا 50 جنيه هي دي للمكتبه. بغض النظر انه نوعيتها شنو، بعد ذاك يتفقوا على انه هل انه المكتبه الدينيه محتاجه ام انه المكتبه الثقافيه المتنوعه محتاجه ام انه وحتى حاجه ما تطرقوا لها اصلا في الاختيار. نعم صح. نعم. فبالتالي انه الزيارات ايضا يجب انه تتحول، بدل من انه يكون الزيارات بس لاماكن الترفيه، خلي تكون زياره في للمكتبات العامه. نعم. فدي كلها مسائل مهمه بتساعد في عملية تنمية المكتبة الأسرية. نعم، بالتأكيد نصائح وإرشادات حنضعها نصب عيوننا وكل الأسر اللي بتشاهدنا. أستاذ نصر الدين أحمد إدريس، مختص في شؤون علم النفس الاجتماعي، تشرفنا بالحديث معك وسعدنا بإفاداتك بالتأكيد من مجال اختصاصك في علم النفس الاجتماعي. وكل الأسر اللي بتتابعنا، المكتبة الأسرية مهمة، وكون الأسرة يكون عندها ثقافتها ويكون عندها معلوماتها من داخل الأسرة مهمة برضو. أو لمعلومات أكثر في مطبخ الأسرة خليكي معنا فقرة الطبخ. بيت الهنا.
بنرحب بكم مشاهدينا في برنامجكم، وبنواصل معاكم في فقرة الطبخة اللي بتنتظرها كل ست بيت. وطبقنا اليوم مع شيف عادل عبدون. كيفك يا شيف عادل؟ نحييك يا أستاذ سحر، نحيي الإخوة المشاهدين والأخوات. طبقنا اليوم هو عبارة عن شنو شايفين؟ مكونات بسيطة وخفيفة يعني. اليوم عندنا خضار مع الكري بجوز بلبن جوز الهند. نعم. الخضار، أي خضار عندنا في المطبخ ممكن نستعمله، يعني مثلا ده خضارنا في المطبخ فقلنا نستعمله. فالكري هنا عندنا الكري جاهز في ما كري بودرة، كري أخضر. نعم. وعندنا اللبن بتاع جوز الهند، وعندنا زيت، وعندنا فلفل وملح ومويه لو يحتاج الامر. نعم. هتبدا باي واحده من البقايا؟ احنا نقطع البصل بتاعنا ونجهز الخضار بتاعنا. هنا عندي طريقتين للتقطيع، عندي طريقتين انه الطبخه تكون بتاعتنا جاهزه. الطريقه الاولى ممكن نسلق الخضار. نعم. نسلقه لوحده. كثير جدا ناس بيقول لك احنا عايزين الاكله تكون مستويه اصلا وتاخذ حاجه خفيفه على النار. ومثلا دي طريقه، ممكن نسلق ونخلي الخضار بتاعنا جاهز. نعم. ونخد الكاري، ونخد الجوز اللبن جوز الهند، ويكون على النار لما نطبخ. بعد ذلك ننزل الخضار بتاعنا في اللحظه الاخيره، لكن احنا الليل عايزين نعمله كله زي السوتي، وبعدين عشان ما ناخذ زمن في انه نطبخ كثير. نعم. نعم. شيف عادل، يعني انت جبت الكوسه والقرنبيط والفلفليه والبروكلي والبصل والباذنجان والفول الاخضر طبعا والبطاطس. لماذا البطاطس غائب في الطبق؟ لا بس احنا قلنا اي نوع من الخضار ممكن نتخطى، بس احنا هنا عندنا الخضار بتاعنا في المطبخ، ما عايزين نمشي بعيد، عشان ضربنا مثل يعني، عشان احنا ممكن نتعامل اي نوع من الخضار، ممكن حتى ممكن تزرع من الجزر. نعم. وين دوره في المطبخ في المرحله دي؟ نعم. دي كلها حاجات احنا ممكن نستعملها، بس احنا عايزين الحاجه المتواجده عندنا فنستعملها. فالطريقة دي حتى عندنا الفول الأخضر برضو بنستعمله. وهي دي يعني بالنسبة للناس النباتيين، ممكن الأكلة كلهم مفيدة وحلوة لأنها كلها خضروات. نعم. ومنوعة. نعم. لكن بنخاف من أنه هي حارة لأنه فيها الكري. نعم. فبالتالي حيكون الناس ما بيحبوا الشطة يبعدوا منها. الكري طبعا دائما الناس متعودين أنه البودرة اللون بني بميل الأحمر، هو ده الكري يعني. ايه طبعا هو الكري فيه انواع. نعم. في واحد بيجي بيست اللي هو بيجي زي الصلصه المعجون اللي هو زي ده كده بده اللون الاخضر. نعم. وفي لون ثاني بيجي اللون الاحمر، وفي واحد ثاني بيجي اللون الاصفر، وفي بيجي بودره عندنا العادي. احنا طبعا متعودين على البودره، لكن دي برضه حاجات يتواجد برضه كلها في الاسواق. نعم. وممكن نستعملها لا بكون فيها مشكله. يعني الحاجات اللي احنا ممكن اضافه نستخدمها غير الكري بتكون شنو؟ منكهات يعني؟ نعم. ممكن احنا نعمل بصلصه طماطم، صلصه عاديه اللي هي الطماطم الصلصه، قلينا لون احمر ويكون طعمه مقبول عندنا من غير ما يكون في اي مشكله بانه هي حاره او مثلا احنا ما عايزين الكري. طيب البروكلي والقرنبيط بما انه هم من نفس الفصيله بتاعت الخضروات يعني. نعم. ليه احنا مثلا ما سلقناهم؟ ما احنا عايزين هنا كله ينجط في اللبن بتاع جوز الهند. يعني مثلا احنا بنديه سوتي عشان بس ياخذ طعم بتاع البصل، وننزل بعد ذلك شويه تخليط. هل بالضروره ياخذوا لون ذهبي مثلا؟ لا ما بالضروره، لانه اصلا هو مسلوق، هيعتبر زي المسلوق او هيعتبر زي المخلوط في استيو. نعم. فبالطريقه دي الباذنجان برضو كان حاضر معانا. نعم. فدي انا بعتبرها زي النظافه للمطبخ، لانه ست البيت ممكن تستعمل يعني اي حاجه هي عندها متواجده عندها. شيف عادل، يبدو انه الطبق ده من الكاري والجنزبيل والحاجات الحارقه، يبدو انه هو بينتمي لمطبخ شرق اسيا. المطبخ الهندي طبعا الكاري معروف عند المطبخ الهندي. نعم. لكن يعني عاده الكاري بقى محبوب للناس. يعني كثير من الناس بتلقاهم بيقول لك الدجاج بالكاري، اكثر شيء في الاطباق السودانيه بيعملوها بالدجاج. برضه في خضروات بالكري، يعني دي تجربه مميزه ومفروض ست البيت تخوضها يعني. الكاري يعني ما اتعمل لشيء محدد. نعم. هو نوع من التست او الطعم. نعم. المنكه في نفس الوقت الحار في الطعم بتاعه، فزيه زي الشطه، زيه زي الشطه الخضراء مثلا بتاعتنا. نعم. لكن بس الطعم مختلف، لكن السخونه بتاعته يا هزيها. فنضيف برضه جنزبيل، بدينا جنزبيل طبعا معروف بطعمه المميز واللاذع الحار. الناس اللي ينفع معاهم الجنزبيل ممكن يصطيدوا عنه بشمال شفاعته ما ياخذوه يعني. مثلا احنا قلنا دي بالنسبه للمطبخ، احنا زي ست البيت اللي عايزه مثلا
تنظف ثلاجتها. يعني حقيقه مرات بتكون في الثلاجات في حاجات هي اصلا ما بتكون ذات عارفاها من فتره قاعده في الثلاجه. فممكن هي كل اسبوع تعمل نظافه لثلاجتها وتطلع اي نوع من الخضار ممكن يتعمل، حتى يعني مثلا زي ما قلنا لو ما في الكري ممكن يتعمل بالصلصه العاديه، او ممكن السلق كله وبعدين يتعمل بالزبده يبقى زي الخضار السوتيه. شيف عادل، يعني الاطباق اللي ممكن تتاكل الى جانب الطبق ده شو؟ الرز بالتاكيد او المكرونه ممكن برضه هي تتاكل. اذا اضفت اليهم الفلفل الاخضر، ونحن حنذكر المشاهدين بالفوائد ونصائح طبقنا اليوم. بيت الهنا. شيف عادل، بعد ما انت اضفت الفلفليه الخضراء مع الباذنجان والبصل والقرنبيط والبروكلي، برضو حضيف الفلفليه الحمراء، مش كل الخضار المتواجد عادي بيتضاف، حتى لو في طماطم ممكن نضيفها في النهايه ما يكون في مشكله. زي ما قلنا احنا الطبخه دي يعني زي بالنسبه لنظافه الثلاجه. يعني حتى البصل الاخضر صح فعلا مرات بيكون على اخر الاسبوع والواحد عايز يجيب الخضار الاسبوع بيكون في بعض الانواع المتباعده، هي ما متباعده لكن مثلا ما متعوده تطبخها مع بعض زي الفول الاخضر والقرنبيط والبروكلي مع الباذنجان، يعني ما بتتخيل ان الحاجه دي ممكن تطبخها مع بعض. يعني شوف عادل، برضو الاطباق الهنديه دي بنلاحظ انهم بيحبوا الفلفل بكل انواعه يكون في طبق واحد، يعني ما زينا بيكتفوا بنوع واحد منه. هم الهنود بطبعهم اكلهم حار. نعم. حتى اكل ما حار ما بياكلوا. يعني حتى بعدين غير حار انه معتمد على الالوان، ناخذ برضو ناخذ الاصفر وبعدين ناخذ منه الكاري، حتى بالنسبه للالوان هم لازم الالوان مهمه جدا. الحليب بتاع جوز الهند اللي بيعملوه ده هل عنده طعم مميز؟ عنده طعم بتاع جوز هند. يعني حتى في ده سائل وممكن تلقي جوز هند حليب بودره. نعم. نفس الاستعمال بتاع حليب البودره العادي ممكن نعمله بالمويه ويقدرنا يعني يمكن الناس دايما بتحب انه نكهه الهند جوز الهند تكون في الاطباق الحلوه. نعم. فهم الان حيعملوه في طبق مالح كله خضروات يعني. انا بفتكر انه يعني دي كلها اضافات ممكن تكون جديده. نعم. لست البيت. وزي ما قلنا نظافه للثلاجه في نهايه الاسبوع. التغيير يا شيف عادل، انت عندك تجربه مطبخيه طويله، التغيير دائما في طريقتنا وسلوكنا في تناول الاكل فائدته كبيره ولا فيه مخاطر؟ والله يا اخي ما فائدته ما كبيره، يعني عندنا مثلا اهم حاجه عندنا السلطات. السلطات نحن في البيت ما بنستعملها كثير. نعم. السلطه الخضراء يعني احنا نفتكر يعني احنا زمان كان عندنا الوالد بيقول لك في الصينيه لازم يكون في حاجه نيه تاكلها، بمعنى شنو؟ طماطم. ايوه طماطم، خيار، خس، فلفل، فلفل اخضر، فلفل، اي نوع من الفلفل، خضروات، فيكون خضروات، فدي كلها حاجات المفروض تكون متواجده. وانت اضفت الكاري الان الخضروات دي يا شيف عادل. نعم. وقلبته معاها، انا تخيلت انه يكون في مويه لكن انت قلبتها واضفتها. أيوة. حليب جوز الهند، ملاحظين انه في عنده سمك شويه كده، ده بس لانه كان في الثلاجه وبكون. نعم. حليب سائل عادي لو احتجته حتى انا بقوم بزيده من. نعم. كل ما قعد في النار كل ما ادانا سائل اكثر. عشان يستوي تماما شيف عادل بياخذ مده قدر شنو في النار؟ بياخذ له عمليه بتاعت 12 دقيقه 13 دقيقه بالكثير. نعم. فبنجد يعني حتى مثلا ممكن تخين تضيف المويه عليها وتخليها شويه عشان تستوي. واحنا حنذكركم مشاهدينا بمكونات طبقنا اليوم. بيت الهنا. شيف عادل، زي ما انت قلت بياخد 12 او 13 دقيقه بالكثير. نعم. في النار. وبعد كده ممكن احنا نقدمه. أيوة. ممكن نقدمه ونخلي الحاجات نعمل بها ديكور. وعندنا طبق جاهز. نعم. ممكن ده انت اعددته مسبقا عشان. نعم. طبق جاهز عشان بس الزمن. نعم. فنوري شكله في النهايه بيبقى كيف.
طماط لون الكاري، اللون الحليب بتاع جوز الهند بيتغير ليه؟ نعم انا برضو بتخيل انه حليب جوز الهند عشان يخفف شويه من من الحراره بتاعت الكاري. والله الكاري مهما كان حيكون حار، حيكون حار. نعم. يعني في محبي الكاري يعني لو حاولت انت تضيف اي اضافه عشان تغير طعم الكاري ممكن هم حتى ما يقبلوا لك. والناس اللي بيعتقدوا ان الكاري عنده لون محدد فحيتخدعوا بانه ياكلوه على اساس انه ما في كاري، يتفاجئوا بانه كاري كثير وحار. حتى ممكن الديكور حسب حسب الحاجه انا اللي عندي ممكن. نعم. اعملها يعني. يعني شايفين مثلا ما في وجود للحمضيات، الليمون، الحاجات زي دي يا شيف عادي؟ لا عادة الحليب والحاجات اللي فيها حليب بنحاول نبعد من الحمضيات. نعم. فالكري ما بيحتاج لي حاجات زي دي. فنضيف شنو الحاجات ممكن بتكون مجاورة للطبق ده أو مكملة له؟ احنا ما قلنا الرز أهم حاجة. نعم. إنه يكون عندنا. فده بقى مهرجان بتاع ألوان طبعا. نعم ألوان جميلة جدا ومميزة. طبعا جاهز على سنه يتاكل يعني. نعم رائحه مميزه برضه. شوف عادل تسلم يدك على طبق اليوم. مشاهدينا هنأت الشروق دو تي في دائما بذكركم بايميلنا راسلونا عليه، والى ان نلتقيكم نترككم في رعايه الله.